في هذه الأثناء أعلن الحزب الإسلامي العراقي براءته من النائب الأسبق في مجلس النواب شذى العبوسي، وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان له تعقيبا على ما نشر في وسائل الإعلام أن العبوسي ليست عضوا في الحزب ولا توجد أي علاقة تنظيمية معها، وذلك بغض النظر عن صحة ما نسب إليها من حديث وحوار.